بسم الله الرحمن الرحيم. محمد أبرباش، رئيس جمعية مسارات تنموية. بطبيعة الحال شرفنا الجسم الإعلامي بمتابعة ومواكبة هذا النشاط الأول الافتتاحي بعد الجلسة التعريفية بجمعية مسارات تنموية. الآن نلتقي مع أول نشاط إشاعي والمتمثل في الجامعة الشتوية تحت شعار رهانة ثقافية ومداخل حقوقية لمواكبة تنزيل النموذج التنموي الجديد. كما لاحظتم من خلال البرنامج العام فهو برنامج متنوع، شهدنا في هذه الجلسة الافتتاحية كلمات ديال المؤسسات الدستورية وديال الجهات المنظمة وكلمات يعني دالة وفيها بزاف ديال الرسائل اللي الأساس فيها هو أننا بغينا نشتغلوا من الناحية الثقافية، بغينا هذا المدخل الثقافي لتحريك الوعي، لأن الخميسات مع الأسف لا زالت مهمشة، فإحنا كجمعيات وكمنظمات خصنا نساهموا في رفع الوعي وأن الثقافة تعطى لها المكانة التي تستحقها. بعد ذلك مباشرة مع ندوة ديال التنزيل وديال التفعيل ديال اللغة الأمازيغية، لأن شهدنا واحد الحدث مؤخرا اللي هو توجه حكومي وحضر فيه رئيس الحكومة والوزراء ديال أن تفعيل الطبع الرسمي للغة الأمازيغية. هذا الأمر خصو مواكبة يعني سواء من داخل المحاكم أو الإدارات العمومية أو الهيئات إلى غير ذلك، لأن فعلا حنا في منطقة زمور الأكثرية ما تعرفش اللغة العربية، تعرفوا الأمازيغية، خص الأمازيغ هاد أبناء البلاد تعطى لهم المكانة الدستورية والقيمة الدستورية والكرامة ديالهم والمكتسبات والرهانات الحقوقية بطبيعة الحال. غدا إن شاء الله سوف نكون نلتقي مع واحد الندوة أيضا نوعية وهي المتعلقة بمنظومة القيم بين الخصوصية والكونية. هذه القيم خصنا نعرف شنو هي القيم التي تحدد هويتنا كمغاربة يعني كمسلمين يعني في غالبية المغاربة وحتى كديانات أخرى. هذه الهوية اللي فيها قيم كونية تتقاطع مع ثقافه مع الاعلان ديال العالم لحقوق الانسان، هي ثقافه كونيه، القيم ديال العدل والقيم ديال المساواه والقيم ديال الحريه لا احد يجادل فيها ولا احد يقول بان هذه خاصه بشي شعب ولا بشي دوله متقدمه او متخلفه ولا بشي مجتمع، هي قيم كونيه عالميه. لكن الخصوصيه تكمن فاش في تنزيل هذه المفاهيم. نؤمن من حيث المبدا بكونيه هذه القيم، لكن في التنزيل هنا تكون الخصوصيات، هنا تكون الثقافات، هنا تكون المجتمعات. سوف يكون نقاش علمي ونقاش اكاديمي يحضنه ويحتضنه مجموعه من الخبراء والمتخصصين. في اليوم الاخير ايضا واحد الابداع، واحد الفعاليه سنقول بانها جديده على مدينه خميساس، وهي اننا كجمعيه استقطبنا ونستقطب رؤساء الجماعات ديال اقليم خميساس لنسائلهم عن برامجهم من داخل الجماعات. هذا البرنامج هذا هي فيه البعد التنموي وفيه البعد ديال التشغيل وفيه البعد، ولكن نسائل ما موقع المسألة الثقافية، لأن الكثير يجهل بأن الثقافة هي محرك الوعي، الثقافة هي مفتاح الاقتصاد، الثقافة هي المدخل للتنمية. إذن فنحن نسائل الجماعات المحلية ديالنا في جو ديمقراطي وفي نقاش شعبي جماهيري حول أهمية الثقافة، ونركز ونسلط الضوء على الآفاق. حتى لما كانش الثقافة تحظى بالأهمية التي تستحقها من داخل هذه البرامج، لا أقل من أنها في البرامج المستقبلية وفي آفاق العمل أن المسألة الثقافية والندوات الثقافية والدورة التدريبية خصها تعطى لها قيمة وخصها تعطى لها ميزانية مناسبة. إذن في آخر الكلمة أنا فرحان بزاف لأن الحمد لله العلامات والإشارات ديال النجاح بادية بالحضور المتنوع ديال مختلف المؤسسات الدستورية وديال الهيئات، وأنتم كإعلام تتواكبوا هذا الحدث العظيم وهو بداية بطبيعة الحال. سوف تكون جامعة ربيعية وجامعة صيفية، نعيدكم بأن نكون في المستوى ديال العمل الجمعوي الجاد والمسؤول، وشكرا لكم. فالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كالعادة كما دأب عليه مع فعالية المجتمع المدني من حيث الشراكة القائمة على التكامل وعلى الاحترام المتبادل وعلى إقامة مشاريع دالة ومفيدة في تهديف النهوض للثقافة الأمازيغية بصفة خاصة والتنمية البشرية بصفة عامة. في هذا الإطار نحن هنا المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يدعم هذه الجمعية مسارات ثقافية، نظرا لما يحمله هذا المشروع من آفاق واعدة من إيجابيات
حين يراهن على ربط الثقافة بالتنمية وبالحقوق المجالية والثقافية. هذا هو الأهم، ونتمن كل هذه المداخل التي أتى بها، وكذلك مضامين المداخلات، وكذلك الأنشطة. وقد ساهم المعهد كذلك عرض معرض للكتب التي قد يستفيد منها أبناء مرتادو هذه الجمعية، ونتمنى التوفيق للجميع في هذا الإطار هذا. ونعتبر أن هذه المبادرة في هذه الظرفية التي جاءت بعد إطلاق المسلسل ومشروع إدماج الأمازيغية في المجالات الحيوية وفي الهيئات والمؤسسات الحكومية في إطار تفعيل البرنامج الحكومي، نعتقد أن هذه انطلاقة محمودة لا بد من مباركتها. دكتور أحمد سيربو، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الرباط سلاق نطرة، تأتي مشاركة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في إطار تشجيع الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني التي تنشط في نشر ثقافة حقوق الإنسان. فجمعية مسارات تنموية هي تنشط في إطار تجسيد أو لا مواكبة تنزيل النموذج التنموي الجديد لسمو صاحب الجلالة. فمن هذا المنطلق رأينا أننا نباركوا هذه الجمعية الشتوية ونساهموا في شراكة مع هذه الجمعية من أجل نشر ثقافة ومواكبة ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع. شكرا.